والله 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 العظيم والله فعلا بيتكلموا صح. يعني ما هي تحاول وتجتهد يا تتكسف يا ايه؟ تتكسف والله يا تتكسف او صح. تسكت او يعني بس يعني افضل حاول طول الوقت بحاول تلحق يعني. هو طب ما فيش مانع انك تحاول تلحق ومش عيب ومش حرام ولا حاجه. بس هو اللي مش حرام بقى بجد ان انا بكسب وان انا بجتهد وان انا زي ما قال فارس ان انا اخر 5 بطولات انا موجود في النهائي، انا لاعب انا كسبان منهم 4، انا في 10 منافسات كاس عالم، انا موجود في كل المناسبات الكبيره، انا مشرفك، انا رافع راسك فوق في السماء، ما حاجات كتيره ما لازم الناس تفهمها. يعني ان الاوان انه الناس تفهم الاهلي بيعمل ايه للرياضه المصريه. يا اسامه كابتن، الاهلي في الرياضه المصريه مع محمد صلاح هو اللي معرف العالم كله يعني ايه رياضه مصريه. ده اخر من 2010 اخر بطوله دوري امم افريقيا خدها المنتخب. احنا اخرنا بنوصل لنهائي امم افريقيا او بنصعد لكاس عالم، بنطلع من دور المجموعات وبنعملش اي حاجه تخلي العالم يشوف مين كره القدم المصريه. صحيح. النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي قادرين ان هم يحطوا الرياضه المصريه على في المحافل الدوليه مع محمد صلاح، ما دون ذلك مفيش اي حاجه للرياضه المصريه تذكر غير النادي الاهلي ومحمد صلاح. طيب النادي الاهلي عنده ايه كمان؟ لا ده انا عايز اقول لك ان الامر قاسي جدا 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 على اي نادي اخر غير النادي الاهلي، لان النادي الاهلي مش بس بعيد دلوقتي يا كابتن، ده النادي الاهلي هيبعد قوي 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 عن اقرب منافس ليه اذا تم استغلال كاس العالم بشكلها الجديد، البطوله التاريخيه دي الاستغلال الامثل. بمعنى انت قادر الان لو كنا بنتكلم عن سيطرتك على قاره افريقيا وان انت بتصعد 5 سنين على التوالي للنهائي، تقدر تخلي ال5 سنين دول 10 سنين على التوالي. ليه؟ خلينا نتكلم بوضوح، انت كنادي اهلي معاك الترجي التونسي، معاك صن داونز، معاك الوداد البيضاوي المغربي. اسم النادي الاهلي مع كامل احترامي وتقديري لكل هذه الفرق وشعبيه النادي الاهلي مش بس في افريقيا والوطن العربي، حتى الاسم عالميا تقدر كبراند تروج ليه بشكل قوي جدا، يخليك بعيد قوي عن اي منافس ليك من الدعم الفني للدعم المالي لرعايه لحاجات كتيره جدا يا كابتن نقدر نستغلها. هيبقى صعب ان احنا نشوفهم اللي هم بيتكلموا عنها دلوقتي، وصعب عليهم قوي قوي ان هم يشوفونا. هم كانوا بيشوفوا اقل حته مننا، مش هيشوفونا. منذ الهزيمه امام صن داونز والكل توقع ان هتكون دي النهايه للنادي الاهلي، واذا بالنادي الاهلي بسبب هذه الهزيمه وفي هذه البطوله نفسها بيفوز بالبطوله، وحتى هذه اللحظه ربنا ديمها نعمه الاهلي لم يخسر واحد بس. يا كابتن اللي قال هدد افريقيا عصام الشوالي لما قال لهم افريقيا هتدفع ثمن ومسيح صدام يا يوم يبعثوه. ده واحد دي عبقريه معلق. دي عبقريه معلق. لا مش بس عبقريه معلق، تألق معلق وكمان عارف اللي بعض الرياضيين المصريين مش عارفينه عن النادي الاهلي. ان النادي الاهلي بلغتنا كده وبالعاميه قال لك لو وقع له 1000 قومه. عصام الشوالي لما شاف النادي الاهلي امام الانديه التونسيه واقتنع بجداره النادي الاهلي بفوزه بالبطولات القاريه على الانديه التونسيه خلاه يطلع ويقول لولا النادي الاهلي كان للانديه التونسيه شان اخر في افريقيا. فالراجل عارف يعني ايه الجداره، وده المنافس اللي لازم نحترمه يا كابتن. منافس لما انت بتكسبه بيبقى عارف ان انت جدير بالمكسب.